أهلا بكم. أعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة 14 فبراير اكتشاف أول حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس كورونا. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص أجنبي قادم من الخارج بعد إجراء التحاليل المعملية لحالة المشتبه فيه التي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية. وأضاف أنه تم على الفور إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والإطمئنان عليه، مبرزا أن الحالة حاملة الفيروس مستقرة تماما ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية. وأشار المتحدث إلى أن السلطات اتخذت إجراءات وقائية متشددة في حق الأشخاص المخالطين للمصاب من خلال إجراء التحاليل اللازمة وعزلهم في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما. وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن إحداث غرفة إدارة الأزمات لتتبع هذا الفيروس تعمل على مدار الساعة وتضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية.